بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نناقش مجموعة من الأمثلة متعلقة بنظرية أو بطريقة شانون فانو. ناقشناها بالمقطع السابق. هذا البروسيجر اللي اعتمدناه في عملية الحل. ذكرنا عندنا مجموعة من الخطوات. أولاً إنه أنا أقسم. أولاً نعمل أوردينج. أبدي إنه أرتب المسج اللي موجودة عندي أو السامبلز من الأعلى احتمالية للأقل. الخطوة رقم 2 إنه راح أقسم هذه المسج إلى مجموعتين. هذول المجموعتين يكونون اكو probability، يعني انه انا اقسم الاحتماليه مالتي بشكل متساوي الى مجموعتين اكس واي. الاكس راح تمثل هي البيت 0، الواي راح يمثل بيت 1، وبعدها راح ابدي اطبق البروسيجر على ضوء، طبعا استمر بتكرار البروسيجر هذا الى ان احصل على انه كل جروب يكون هو يحتوي على فقط 1 مسج، بالتالي تمثيله بواحد بت. وبالاخير اطبق هذه القواعد لايجاد مقدار قيمه الافشنسي، ايجاد مقدار قيمه الريدنسي، وايجاد الاهم الكود وورد لينث. خلي اطبقها هسه على مثال ثاني. السؤال اللي موجود اللي هنا عندي انه فاين ذا كود وورد، المطلب الاول فور ذا بابابيليتيز، مطيني 1 على 4، 1 على 4، 1 على 8، 1 على 8، 1 على 16، 1 على 16، 1 على 16. زين المفروض انه انا عندي بعد هنا 1 على 16، لانه عندي 8 1 2 3 4 5 6 7 8. For the samples from S1 الى S8، بعدها اوجد الكود efficiency and redundancy. طيب الخطوه رقم 1 خلي ابدي هسه اسوي عمليه الاوردرنج. فاذا هسه نبدا نرتب انه انا عندي السامبل واحتماليته. اوكي طيب السامبلات اللي موجوده عندنا 8، فانا عندي S1 واحتماليته 1 على 4، وعندي S2 واحتماليته 1 على 4، وعندي S3 احتماليته 1 على 8، والS4 واحتماليته 1 على 8، S5 احتماليته 1 على 16، S6 احتماليته 1 على 16، S7 1 على 16، والS8 1 على 16. هسه هذه خطوة رقم 1. الخطوة رقم 2 خلي أبدي أقسم المجاميع. طيب إذا انتبه هسه اللي هنا على ضوء الاحتماليات، مجموع هذه الاحتمالية مع هذه الاحتمالية، احتمالية الS1 والS2 هي نص، اللي هي تساوي لمجموع احتماليات البقية باعتبار الS3 زائد الS4 تعطيني ربع، ومجموع من S5 إلى S8 تعطيني ربع، ربع زائد ربع نص. إذا راح أقسمهم بالتساوي على ضوء الخطوة الثانية. يعني قلنا هنا الخطوة رقم 2 إنه أنا أقسم المسج مالتي أكوي بروبابل، بالتالي راح يكون عندي هذه راح تمثل هي عبارة عن الإكس، وراح تكون احتماليتها 0 تمثل 0، وهذه المتبقي كلها راح تمثل هي الواي، وراح تكون هذه هي تمثل الواي. طيب انتقل المن هسه اللي هنا، هذه هي نفسها راح تقسم باعتبار هي تو سامبلز، راح تقسم هذه 0 وهذه 1. اوكي انتقل هسه هذه اللي هنا مجموعه ثانيه، نفس الكلام اقسمها بالتساوي، هذه زائد هذه يصير ربع اللي تساوي لمجموع البقيه. اذا من اقسمها هذه المجموعه راح تمثل هي عباره عن 0، وهذا المتبقي كله يمثل هو ال1. اوكي طيب هذه هسه اللي هنا نفسها راح اقسمها، التقسيم مالتنا راح يكون انه نفس الكلام بتساوي، انه يكون عندي مقدار قيمه هذا الحد كل واحد عندهم باعتبار هذه تحتوي على مجموعتين عنصرين، كل واحد من عندهم لازم اقسمه بالتساوي. فاخذ العلاقه اللي عندي اللي هنا، هذا الصفر نفس الكلام راح اقسمه 0 1. طيب هذولي من اقسمهم باعتبار هم كلهم مساويين، اخذ كل اثنين هذول اول اثنين بهذا الشكل، هذه 0 1 بعدها 0 1 0 1. اذا صار عندي هسه التقسيم للجروبات مالتي على ضوء الملاحظه صار عندي واضح. اوكي زين، فهسه الخطوه رقم 1 هو اليه التقسيم على ضوء البروسيجر مالتنا. انتقل هسه كيفيه تحديد مقدار قيمه الكود ووردز. طيب هسه خلي ابدي بكيفيه ايجاد مقدار قيمه الكود وورد. خلي اكتبهم هنا، هذه راح يكون عندي الكود وورد، هنا راح اخذ اللينك
اوكي زين. الكورد وورد مالتي راح تبدي بالشكل التالي. هسه اولا خلي ابدي بالاولى، هذه الاس 1 هي 00، الاس 2 01، الاس 3 هي 100 100، الاس 4 هي 101 101، الاس 5 هي 100 100 100 100 100، الاس 6 100 100 101 101، الاس 7 100 100 100 101، والاس 8 راح يكون 101 101 101. اوكي واضح هسه هنا كيف انه حددنا مقدار قيمه الكوردور. اعيدها بهذا الشكل، ابدي الاس 1 00، الاس 2 01، الاس 3 راح يكون عندي 100، الاس 4 101 101، اوكي الاس 5 راح يكون عندي 100 100، الاس 6 101 101، السفن 100 100 100، والاخير هو راح يكون 100 100 101. طيب اذا هسه خلي حددناها، خلينا ناخذ الطول مال كل واحد، هذه 2 هذه 2 هذه 3 3، هذه 4 4 4 4. طيب هسه الخطوه رقم 2 اللي هي انه تحديد مقدار قيمه، او المطلب الاول خلينا نعتبره اللي هو تحديد مقدار قيمه الكود وورد. حددنا الكود وورد وحددنا مقدار قيمه الطول، فهسه انتقل لمن لكيفية تطبيق هذه القواعد، هذه القوانين إيجاد مقدار قيمة الإفشنسي على ضوء مقدار قيمة أو القاعدة اللي هي الأتش الانتروبي على مقدار قيمة الأشجاب. الانتروبي حسب هذه القاعدة، مقدار قيمة الأشجاب أطبق هذه القاعدة، ومن ثم أنه أحدد مقدار قيمة الريدنسيسي على ضوء 1 ناقص مقدار قيمة الإفشنسي. فخلي أبدي بتطبيق هذه القواعد وحساب الكميات. خلي أبدي هسه أولا بحساب مقدار قيمة الانتروبي. فأطبق القاعدة هسه، نقول مقدار قيمة الانتروبي على ضوء القيم اللي عندي سلي هنا. أولا مقدار قيمة الـ H يساوي سيجما لكي من 1 إلى 8، هذه 8 من 1 إلى 8، لمقدار قيمة الاحتمالية الـ BK في مقدار قيمة اللوج 1 على مقدار قيمة الـ BK للأساس 2، وتساوي عندي أول 2 احتماليتهم متساوية، فبالتالي راح نقول هي 2 في احتماليتها 1/4 في لوج المقسومة، هذا يحصل عندي 1/4، يصير عندي 4 على الأساس 2، زائد هذول الاثنين هم احتماليتهم مساوية، يعني 2 في 1/8 في لوج، يصير عندي 8 على الأساس 2، أوكي زائد عندي هذول 4 في، راح يكون عندي هنا 1/16 في لوج 16 على الأساس 2. طيب من عندها راح يكون عندي مقدار قيمة الـ H يساوي، خلي أطبق المعادلة مالتنا، هنا راح يصير عندي مجموعة اختصارات. أولاً هذه راح يكون عندي 2/4، باعتبار أنه راح يكون عندي هذه هي، يصير عندي 2 هنا، باعتبار هذه هي 2 على الأساس 2، يعني يصير 2 في 2/4 زائد 2 في 3/8 زائد هذه 4 في هذه، يصير عندنا 4 على 16. النتيجة راح يكون عندي مقدار قيمة الاتش هذه 4 على 4 1، زائد هذه راح يكون عندي 3 على 4، زائد هذه راح يكون 1، والنتيجة راح تكون هي 2.75 بيتس لكل سامبل. اوكي هذا هسه ما يتعلق بمن بالانتروبي. خلي اوجد هسه مقدار قيمة الاشجاب. الأشجاب راح أطبق القاعدة إنه مقدار قيمة الأشجاب هو يساوي لي سيجما كي من 1 إلى الـN للبي كي في طول الورد مالتنا. فطبق القاعدة اللي موجودة عندي سلي هنا، راح يكون عندي مقدار قيمة الأشجاب يساوي على ضوء المعادلة، باعتبار أحتاج إنه في إيجاد مقدار قيمة الأشجاب هو إيجاد مقدار قيمة الكود وورد أحتاجه واللينث. نطبق المعادلة مالتي، نقول إنه مقدار قيمة الأشجاب يساوي هو عبارة عن سيجما، هو عبارة عن سيجما لكي من 1 إلى 8
لمقدار قيمة البي كي في مقدار قيمة الاي كي، ويساوي نفس الكلام راح اطبق المعادلة انه انا عندي هنا 2 في 1 على 4 زين في مقدار قيمة الطول مالتهم يساوي 2 في 2 زائد عندي 2 اللي هم هذول احتماليتهم مساوية 1 على 8 وطول الطول مالتهم اللينك مالتهم مساوي، فيكون عندي زائد 2 في 1 على 8 في 2 زائد عندي البقية احتماليتهم مساوية الأربعة البقية احتماليتهم مساوية والطول مالتهم همين مساوي، فبالتالي زائد 4 في 1 على 8 في 4 اوكي وتساوي. هسه هذه من اجي اطبق المعادله 2 في 2 4 4 على 4 1 زائد 2 في 2 4 على 8 راح يصير عندي نص، يعني 1 زائد نص زائد 4 في 4 راح يكون هنا انا عندي هذه طبعا 3 الورد مالها 3، فيكون عندي هذه 1 زائد 3 على 4 يعني 3 4 زائد 1 والنتيجه 2.75 بت بير سامبل. اوكي صار عندي مقدار قيمه هسه الاتش معلومه والاتش جاب، اقول اذا مقدار قيمه الكفاءه هي تمثل مقدار قيمه الاتش على مقدار قيمه الاتش جاب، الاتش هي 2.75 على 2.75 والنتيجه هي 1. طيب المطلب اللي بعده هو ايجاد مقدار قيمه الريدندنسي، فبالتالي اطبق المعادله اللي عندنا ان مقدار قيمه الار اي، نقول مقدار قيمه الار اي تساوي لي 1 ناقص الافشنسي والنتيجة هي 1 ناقص 1 ويساوي لي 0. إذا صار عندي واضح كيفية إيجاد مقدار قيمة الكفاءة، كيفية إيجاد مقدار قيمة الريدنسي على ضوء استخدام الشانون فانو انكودينج الجوريثم. طيب خلي أخذ بعدها مثال حتى تكون الصورة واضحة كيفية تعامل الطالب مع السامبلز مهما كان السامبلز ماتي طويل. طبعا الالجوريثم هذا اللي هنا أنا ما يستخدم للسامبلز الكبيرة جدا، يعني هسه مثلا المثال اللي قبل ناقشنا إذا كان عندي سامبل 4 هسه هنا عندي 8 زين ممكن يكون عندي 16، لكن كماكسيمم السامبلز وهذا الالجوريثم إذا كان السامبلز مالتي كلش عالي فبالتالي احتاج إلى برامج حتى أنه أسرع عملية الحل. خلينا نناقش مثال بعد ونشوف طريقة الحل.